الرقم 10 الوحيد في العالم الذي تعجبني مشاهدته دائما هو جاي جاي أوكوتشا. هذه كانت كلمات النجم البرازيلي العالمي رونالدينو غاوتشو تجاه الساحر النيجيري الخارق أوغوستين أزوكا أوكوتشا. بدايات أوكوتشا في كرة القدم الأوروبية كانت من بوابة فريق في الدرجة الثالثة الألمانية اسمه بوروسيا نانكرشن، الذي تعاقد معه من نادي مدينته في نيجيريا إينيغو رانجرز سنة 1990. لعب أوكوتشا في الدرجة الثالثة الألمانية لمدة سنتين قبل أن ينتقل إلى إينتراخت فرانكفورت في البوندسليغا بطريقة غريبة جدا. يقول أوكوتشا في تصريحه لصحيفة كيكر الألمانية أنه ذات يوم قابله رجل بنظارات شمسية سأله سؤال واحد فقط: أوكوتشا، ماذا تفعل في أوقات الفراغ بعد نهاية التدريب؟ أوكوتشا يرد: أذهب مباشرة إلى النوم. حسنا، بإمكانك القدوم للتدرب مع إينتراخت فرانكفورت في الفترة المقبلة. بعد ذلك فهم أوكوتشا أن هذا الشخص هو دراغوسلاف ستيبانوفيتش مدرب إينتراخت فرانكفورت، الذي اكتشف موهبة أوكوتشا وكان الشخصية المفصلية في مسيرة جي جي. انتقل أوكوتشا من بوروسيا نانكرشن إلى إينتراخت فرانكفورت بقيمة 25 ألف مارك ألماني. لعب أوكوتشا مع فرانكفورت 4 سنوات، حقق لقب كأس ألمانيا وسجل 18 هدف، من بينهم الهدف الأسطوري في شباك العملاق أوليفر كان عندما كان حارسا لفريق كارشوا سنة 1993. أوكوتشا أسقط كان عدة مرات قبل أن يحرز الهدف. بعد هذا الهدف انتقل أوكوتشا إلى فينرباتشي التركي بقيمة 3.5 مليون يورو. مع الفينرباتشي فاز أوكوتشا بكل شيء وسطع نجمه وانتشر سحره. سنتين فقط، تحديدا سنة 1998، دفع نادي الأمراء باريس سان جيرمان 14 مليون يورو لجلب الساحر النيجيري أوكوتشا ليصبح في ذلك الوقت أغلى لاعب إفريقي في التاريخ. في باريس خطف كل القلوب والأذهان حركة أوكوتشا وفنيته بالكرة أمرا كان لا يصدق، كان ساحرا بأتم معنى الكلمة. فاز مع باريس بلقب السوبر الفرنسي ولقب الكوبا انتر توتو بعد الانتصار على بريتشيا الإيطالي في الدور النهائي. بعد باريس حقق أوكوتشا حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي، وكان ذلك سنة 2002 من بوابة بولتون. في 2003 و2004 اختارت البي بي سي أوكوتشا كأفضل لاعب إفريقي. تم اختياره أيضا من قبل بيلي ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم. الملاحظ في مسيرة أوكوتشا أنه لم يلعب في فرق بها ضغط كبير، وهذا يعود إلى طبيعة اللعب الذي قال بنفسه أنه يريد أن يلعب فقط بطريقته الخاصة، طريقة أوكوتشا، وفي نيجيريا تعني أرقص إلى الأمام وأرقص إلى الخلف.